السلام عليكم. السلام عليكم. نحن الآن نتواجد في قلعة أرباط في مدينة خالد سيخي. خالد سيخي في غرب جورجيا، قريبين على الحدود التركية. نعمل جولة بانوراما هون، نشوف بس هيك شوي شوي. احنا نشوف هنا في القلعة هون، احنا في داخل القلعة نتواجد، معنا المرشد هيثم. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. إذا ممكن تزودنا هيك في معلومات شوي عن القلعة. طيب حاضر. دي قلعة الرباط، احنا كده على بعد 25 كيلومتر بالظبط من تركيا، من الحدود التركية. هي القلعة من التراث العثماني، من أيام الدولة العثمانية. طبعا الأستاذ، عفوا اسم حضرتك أنا نسيت، أحمد أبو فادي. أستاذ أحمد أبو فادي طبعا متميزة بالمعمار العثماني. القلعة جميلة جدا من حيث المعمار. الصوت أعلى شوية أستاذ ممكن. طبعا كلمة أخالسيخي، أخالسيخي دي باللغة الإنجليزية معناها نيو كاسل. نيو كاسل معناها القلعة الجديدة أو المدينة الجديدة، فهي اسمها أخالسيخي باللغة الجورجية. تقدر تسميها باللغة العربية نقول عليها المدينة الجديدة أو القلعة الجديدة. فإحنا طبعا موجودين هنا، إحنا بيننا وبين تركيا بالظبط 25 كيلو. والقلعة طبعا زي ما إحنا شايفين جميلة جدا. طبعا القلعة دي اتبنت سنة 1598، احنا قبل 500 سنة تقريبا بالظبط. وعندك هنا طبعا في هنا فيها المسجد، جميل جدا، حتى القبة بتاعته زي قبة مسجد الصخرة. قبة اهي الكاميرا، في الكاميرا تقدر تشوفوها. هي حاجة جميلة جدا يعني من حيث المعمار، ومفيش زيها يعني حتى في جورجيا كلها. دي تاني قلعة، دي تعتبر اول قلعة. في واحدة تانية موجودة على حدود تركيا بس من جهة طرابزون، بس مش بنفس المعمار ده. هي اكيد مضمومة ضمن التراث اللي المعترف فيه في اليونسكو العالمي، منظمة اليونسكو انها يعني ان هي بتصنف اي مكان ان هو مكان اثري او مكان تاريخي بيعتبر من اماكن الجذب السياحي. بمجرد اي ما منظمة اليونسكو بتدمج اي مكان او بتدرجه ان هو من الاماكن السياحية بيكون من اماكن الجذب السياحي. احنا بنكمل في الحديث واحنا ماشيين. تقدر تتكلم واحنا ماشيين كمان، اي معلومة عندك؟ طبعا هي انت تقدر تشوف هنا الشبابيك، تقدر تصور. طالعين فوق هاي الشبابيك، وتقدر تصور الحدائق. انا رايح اصور كل اشي ولا يهمك هيثم، بس انا بدي طبعا النافورة. بدي وين هاي النافورة اللي كانت هون؟ يعني كانت حاجة جميلة جدا يعني وقتها، لك ان تتخيل وقتها كانت شكلها ايه يعني. احنا بنشوف كثير سياح هون بتوافدوا لهاي المنطقة، فهذا بدل على مدى أهميتها، الأهمية الكبرى. تطلع هنا، من هنا بنقدر نشوف مدينة أخالد سيخي. نعمل هيك جولة بانوراما. إذا بنشوف حتى الجبال، هذيك جبال في تركيا ولا وين هاي؟ لهون. هل جبال تقدر تعتبرها تركية؟ يعني حدود يعني تركيا من هنا قريبة طرابزون من هون؟ لا، طرابزون قريبة من مدينة اسمها باتومي على ساحل البحر الأسود. لكن احنا هنا نعتبر على حدود تركيا بس من قرية تانية أو مدينة تانية. من هون بنشوف مدينة خالد سيخي. هي تحفة معمارية.
ممكن لفوق شوي بنشوف جبال، قمم جبال مغطاة بالثلوج برضو اللي بعيدة. هاي جبال قفقاز اللي أمامنا بعتقد سلسلة جبال القفقاز. خلينا نمشي كمان لقدام نشوف. احنا في القلعة، في الأماكن العليا، مش في أعلى مكان بس في الأماكن العليا. حاول نطلع القلعة شوي صعب. هاي وين الساري فوق، هي أعلى مكان في القلعة. أبو حسين، أنا أبو فادي، هلا. ليه ما طلعتش فوق؟ بلاك إحنا بنعرف نسوي شيء أبو فادي. السلام عليكم. وعليكم مين بشارك يا عزيزي؟ إذا جاء عبارك تطلع من القلعة. وين هون؟ مؤتمرات ضخمة، طاولة قاعة المؤتمرات. القلعة كيف شايفين ضخمة جدا. نحن في بث حي ومباشر من أعالي القلعة مرة أخرى. حاول نشوف مشهد رهيب حلو كثير لمدينة أخالد سيخي. أخالد سيخي حتى جزء من القلعة ببين هون. في نهر هون كيف حكينا، أنهار وجداول في كل الأماكن.
هون قريبين على النهر. منظر عام لمدينة خالد سيخي اللي بتتواجد فيها قلعة الرباط. مدينة خالد سيخي هي مدينة الوحيدة اللي هي سكانها من المسلمين، الغالبية الساحقة المسلمين نسبة عالية جدا في جورجيا. طبعا احنا من حديث عن جورجيا. هون بنشوف سارية العلم. هلا ابو محمد، هلا حضر حالك سنتجا ابو محمد، كن معنا. نشوف الجبال، قمم الجبال في الأفق مغطاة بالثلوج. هاي قمم جبال القفقاز. أستاذ سعيد رائع المهندس رائع. إذا ممكن كلمتين هون لجاي أستاذ سعيد. معنا سعيد نصار أبو فرناس، مهندس سابق اللي مهندس بلدية. السابق لبلدية عرابي. هو تعلم الهندسة في براغ، مدينة الجمال. الله عليك الله عليك. مدينة الجمال ويجيد اللغة التشيكية. الله عليك. انطباعاتك كمهندس باختصار لأنه بدنا نكمل. أولا قلعة بالفعل يعني شو بدي أقول لك، تخطيط فريد من نوعه. منطقة اللي موجودة فيها القلعة تكشف على كل على عشرات الكيلومترات من حولها، ولذلك اختيرت في هذا المكان حتى تدافع أو حتى الجيش اللي موجود فيها يدافع عن آلاف الكيلومترات. أنا باجي بتطلع هون، أنا طبعا لا مهندس ولا إيش، بس أنا بتطلع يعني كثير معجبني طريقة البناء، شكل البناء، الحجار طلع يعني بتطلع اختيار الحجر، الوان اشي رهيب. انا بصراحه التشابك حتى بصراحه انا اول مره بشوف بناء يحوي على هذا الكم الهائل من الالوان. الحجاره تبعته طلع، انا عم افرجي المشاهدين لانه في كثير مشاهدين لنا هون قاعدين. الوان رهيبه جدا. اذا انتبهت للزوايا كيف متشابكه حتى تتماسك بعضها مع بعض، وبهذا العلو اللي لا اعرف كيف استعملت السقايل قبل 500 سنه. احنا ابو فرناس احنا بنفكر حالنا في هذا، انه خلينا نقول الفن المعماري بدي بعصرنا، لكن لا لا لا. لكن احنا بنشوف من الاثار والاشياء اللي هذا قبل الاف السنين، الاف 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 السنين. فهي قلعه ان دلت على شيء فتدل على فن معماري، على اصاله، على جمال، على ايش بدك معي، على ابراج. ابو فرناس انا بدي اكمل اطلع القلعه فوق اطلع انا متت ما وصلت يعني خلص اركن علي. يعطيك العافيه. احنا في داخل البرج، نطلع شوي صعب. Thank you.
درج هذا إيه، هذا البرج قسم لحجرات، وكل حجرة تصعد إلها في هذا الدرج اللي الإنسان في عصرنا في أيامنا عمله. هنا أعلى نقطة ممكن نصلها، هذا علم جورجيا، وهاي اللي مبين من هون نقدر نشوف كل القلعة من هون. ومدينة أخالد سيخي ما اختلفناش، أخالي هون المدينة مبينة من أعلى قمة قدرنا نصلها في القلعة. هذا المسجد أمامنا والحدائق من الأعلى، وهناك مدخل، المدخل اللي فتنا منه الباص، ما طبعا ما بفوت هون، فجبنا مينيبوس صغير، هذا يكون مبين بالصورة اللي وصلنا لهون. كل زاوية بنقدر نصور منها اشي. بنحاول نغطي كل الاماكن في التصوير. بين حدود القلعة المحاذية للنهر المر جنبها، يمكن هذا النهر برضو هو من بنت هذا الموقع برضو لأسباب دفاعية في جانب النهر. هيك بنشوف غالبية القلاع المتواجدة في قريب من النهر. بدنا نصور من الجهة المقابلة هون. هاي أحياء قديمة جدا هون، مبين من شكلها حي فقير. النهر هنا قريب جدا من القلعة، نقرب الصورة نشوف النهر. ننزل
كما ذكرنا احنا في اعلى قمة ممكن نصلها، اعلى مكان ممكن نصله، وين سارية العلم، العلم الجرجي. زي ما ذكرنا القلعة هي عبارة عن حجرات، كل حجرة بصلها هذا الدرج اللولبي. البرج كمان مرة نحكي، ذكرنا القلعة لكن الصحيح الأدق هو البرج مقسم إلى حجرات. البرج مقسم إلى حجرات طبقات، وكل طبقة كل حجرة بصلها هذا الدرج اللولبي. هيك نطلع من البرج. هاي في القلعة عاملين حدائق حلوة برضو. احنا بنقترب ل الابواب الرئيسية للقلعة. هاي البوابة الرئيسية للقلعة، قبل ما نخرج من القلعة عملنا هاي جولة البانوراما. هنا البوابة الرئيسية من الخارج.
يعطيك العافية. احنا متواجدين، كنت لحالي اخر اشي، اخر اشي لحالي كنت. الى هنا نكتفي بهذا القدر من البث المباشر من قلعة الرباط. الى اللقاء.